سلامة شقيق الزوجة المتهمة بإلقاء أطفالها بهذا الشكل. في طفل مات، وفي الطفل الرضيع 4 شهور تم إنقاذه. أستاذ هشام أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. قول لي يا أستاذ هشام، اتكلمت مع أختك بعد ارتكاب الجريمة؟ لا حضرتك، بعد ارتكاب الجريمة أنا ما اتكلمتش معاها، لأن حضرتك إحنا ما خدناش بالنا من أي حاجة خالص غير بعد ما الموضوع ده حصل. رحنا خدناها اعتبر وودناها المركز على طول. طيب، بس ال 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 تفسيرك للي حصل ده ايه؟ ومش عايز اخوض، يعني لو في مشاكل عائليه خاصه او مش عايز اخوض فيها، يعني خلينا في الاطار العام. يعني حضرتك هو الناس تفسيرك للي حصل ده ايه؟ حضرتك كل اللي حصل من الناس دي ان انا اختي متجوزه دلوقتي بقى لها حوالي 5 سنين، تمام؟ اختك ايه؟ متجوزه بقى لها حوالي خمس بقى لها سنين 5 سنين. تمام؟ فهي عامة ما جاتش في يوم واحد عند الناس دي في قلب بيته، وما جاتش في يوم واحد قالت ان الناس دول بيعملوا سنه كويسه. تمام؟ بعد حضرتك بعد ما خلفت المال الاولاني محمد دوت، وكانت حامله بالتالي بهاني، كانت جالت وجات البيت عندنا. تمام؟ فجينا نخلصها، جينا نطلعها، فهي قالت لا انا مش هطلع، انا عايز ابني. وانا مش عايز اطلع، انا عايز ارجع تاني عشان خاطر ابني. والكلام دوت في ناس شهد عليه من البلد من عندنا من هنا. طب كويس، هو هي يعني بتضحي عشان الاولاد، ايه اللي يخليها تقتلهم بقى؟ ما انا مع حضرتك، هي انا جاي لك في الكلام، ودي اول مره جالت، رجعت تاني عشان خاطر عيالها. جايه وجايبه معاها حاجتها كمان، ورجعت تاني ترجع عشان خاطر عيالي. تمام؟ جينا الناس اتلمت وقعدنا في قعده وفتحتنا وخلاص، قالوا تروحوا عند حاره وتيجوا وتمشوا الموضوع، مفيش حاجه. تمام؟ احنا كان بين بيتنا احنا وبين بيت اختي هما بيتين، احنا في نفس الشارع. فاحنا كنا بنروح عادي، ان مفيش حاجه، خلاص النفوس طفيت، يعني طفينا مع بعض كده. جت بعد كده منعوها ان هي تيجي عندنا، ومنعوا الاطفال برضه ان هم يجوا عندنا، محمد ده منعوه ان يجي عندنا. ماشي، قعد سنه كامله ما جيش عند بيت اهلي. يعني انت شوف، كنت بيت هو الاب اعترف بكده وقال الاسباب ايه اللي ادت لكده. حضرتك الاسباب اللي قالها دي مش اسباب، هو اللي قاله ده غلط حضرتك، ده كله ما حصلش طبعا. ماشي، بغض النظر يعني الـ ام لكن هل ده الخلاف بس، ان هو منعها انها تيجي عندكم عند اسرتها؟ ايوه حضرتك، هو من اعتبر من يوم ما خلفت محمد دوت، او ما اعتبر يوم ما خلفت محمد، حتى هي كانت بتولد ما حدش مكلمهاش، بيقولوا لنا تعالوا. يوم ما نزلنا كان عايزين ان احنا نشوف بنتنا اساسا، يعني نشوف حضرتك والده واهلها اهل جوزها ان انت تشوف بنتك. طيب ايه اللي يخليها تقتل اطفالها كده يا حضرتك؟ هي ما قتلتهمش، انت حضرتك شايفها دي ما بتعملش كده. وممكن حضرتك اكيد نزلت البلد هنا واكيد سالت الناس دي مين واحنا مين، شباب ما تعملش كده. امال ايه روايتك للي حصل؟ روايه اللي حصل حضرتك ان انا ابنها الصغير ماشي، هو وقع في الميه. تمام؟ ابنها الكبير وقع في الميه، اللي هو محمد الله يرحمه. وقع في الميه؟ وقع في الميه، وانا حضرتك قبل ما اتكلم ده زي ما هو ابنهم زي ما هو ابننا. يعني ده مش ابنهم لوحدينا، ده ابننا احنا كمان. تمام؟ طب يعني وقع في الميه ازاي؟ ابنها صغير من مكان التصوير اللي صوروه، لو تلاحظ ان بقى عاليه وفتحت واطيه، تمام؟ لا انا عايز افهم ازاي الاطفال وقعوا في الميه من نفسهم. لا مش الاثنين يا فندم، هو محمد اللي وقع في الميه، محمد اللي هو الكبير الكبير ده، محمد ده كان بيمشي ويتنطط، وكان شجي، كان شجي بدرجه. طيب لما وقع في الميه ايه اللي حصل؟ ده لما وقع في الميه، فطبعا امه كانت شايله الاهالي الصغير ده كان على كتفها، فهي من خدتها عليه، فراح يتبصى في الميه، راح ابنها حالي وقع منها. هي الصغير هو ما وقعش، هو حضرتك وقع منها. طب يعني مش هتصرخ يا استاذ هشام وتقول انقذوني؟ يعني مش هت ماشي حضرتك، اهلي في ام هتجري وتسيب العيال؟ اسمع ماشي، ما اقول لحضرتك حاجه، انت عارف الام او الاب في مشهد من هذا النوع ده بيرمي نفسه معاهم. عارف حضرتك، هي من ده يعني اعتقادا منه عشان انها هتنقذهم بترمي نفسها معاهم كمان. يعني لا حضرتك، هي يا عم اللي انت بتقول عليه دوت، مع لما ابنها الاولاني وقع ومخدتها عليه، ابنها وقع من على سترها، ابنها الثاني هاني. تمام؟ ماشي حضرتك، هم مكان ما طلعوهم وما طلعوهمش من نفس المكان، طلعوهم من مكان تاني بعديه بشويه. تمام؟ هي اهل جوزها دولت يعني ناس، يعني خليني بس في اهل جوزها ده حاجه، دلوقتي هي
جابوها من نهايه البلد خالص وقالت انا رميت الاولاد، لانها لو العيال وقعوا منها هتصرخ. لا حضرتك، حضرتك معلش، وهتقف في مكانها، مش هتمشي. لا حضرتك، حضرتك يا استاذ، هي بتفكر يا استاذ هشام، خلينا اصل احنا قدام جريمه يعني. ايوه يعني هنا القضيه مش، وفي تحيات بتتم، وما فيش حاجه اسمها وقعوا منها، مش محفظة وقعت منها يعني. لا يا فندم انا ما بقولكش الاثنين، هو ابنها وقع منها، وحضرتك انت شفت مكان التصوير عامل ازاي. الام لو هيقع منها طفلها بترمي نفسها معاه عشان تنقذه. حضرتك، حضرتك هي عملت كده على ابنها الاولاني محمد لما وقع، هي كانت عماله تصرخ وكانت عماله تتشال وتتقبض. وحضرتك الشارع اللي هم فيه دوت يعتبر ما فيهوش حد عشان ينقذ ولا حد عشان يعمل، هو ما فيهوش غير بيتين في حته التصوير ده، يعني احنا كلنا بيت فيهم وبقناك سبب الناس دي برضه. طب ما هي لما تصرخ الناس هينقذوه. نعم؟ لو هي صرخت الناس هتنقذه وهتقول ده في النيابه. ما حدش قال كده. هي بقى حضرتك، حضرتك البت لما الواد وقع، لما الواد الصغير الثاني وقع في الميه، راحت هي جري سابت مكان الحد خالص وانتقلت منه. خليني اسال الاستاذ، معايا واحد من شهود العيان، الاستاذ محمد، مين؟ استاذ معروف محمد. استاذ معروف اهلا بيك. استاذ معروف، طيب لغايه ما يجي لنا تاني الاستاذ معروف. يا عم رجب، ده شهاده اخو الزوج، يعني اخو الزوجه. وائل يا استاذ وائل، انا سامعك، اتفضل. اتفضل، انا طالب من حضرتك حاجه. قول. انا عايز اطلع على التلفزيون مع حضرتك ومعاها هي. يا عم معاها هي محبوسة لأنها متهمة ب، أجيب، نجيب أي قرار يصدر من تحت النيابة، من تحت إشراف النيابة. أول حاجة إن أنا أتصور أنا وهي ونتقابل وجه لوجه. لو كان الكلام ده حصل أتحبس بدون كلام بدون ال وائل. واحدة جت مع رجال الشرطة في جلد المكان الحادث ومثلت الجريمة وجلد قدام وكيل النيابة. أنا رميت محمد هاني الأول طفل 4 شهور، ورميت الطفل الثاني 4 سنين، وجريت من هنا على أول. أيوة، ما هي اعترفت ومثلت الجريمة يعني. طيب يعني في زيادة عن كده الإثبات يعني؟ ما يعني يا اخ بيقول كلمتين يا عم رجب وخلاص. بعد اذن يعني يعتقد انه يمكن انه ينقذ اخته يعني. خلينا في القضيه يعني، انت مش محتاج الـ 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 الظهور على الهواء معاها علشان تاخد حقك يعني. الحق بيجيبه القضاء ان شاء الله، واحنا بنثق في القضاء المصري يا استاذ وائل. انت يعني حضرتك بتكلمني دلوقتي بناء اللي انت هتجيب لي حق طفلي. اه، وحق المجتمع كمان. اصل الاطفال خلي بالك مش ملك ليك ولا ليها، الاطفال ملك للانسانيه وملك للمجتمع. يعني دلوقتي القضيه بتاعتي دي المفروض القضاء المصري يجيب لي حقي ان شاء الله. ما عشان كده النيابه بتحقق وبعد كده بتحولها للمحكمه يعني. طيب يا عم رجب، طبعا انت ابنك الصغير حالته كويسه دلوقتي يا عم رجب؟ استاذ وائل، انا وابني زي الفل، بس اتكسرت على ابني. انا يعني انا اقول لك كلمتين ملخص الحوار كله. اه، انا عايز اقول لها هي بنفسها، ابني من الارض اللي احنا بنزرعها دي كان بيجيب الفول اللي هو الفول الاخضر بمعنى الكلام البلدي، او الفول الاسكندراني. تمام؟ فكان بيجيبه ويخبيه في هدومه. بقول له انت رايح فين يا ابني؟ بيقول لي رايح اديه لامي، بيحن على امه. هي بقى لما رمى، الله يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمه، هو اللي دفع الثمن. و طفل صغير بيبدأ الحياة ولسه عينيه بتتفتح على الحياة للأسف الشديد يعني. كل ده يا جماعة زي ما بقول لكم بيحتاج لتحليل نفسي واجتماعي. مهما كانت الخلافات الزوجية، فكرة الانتقام
من العيال والأطفال. على فكرة في ناس كبار في المحاكم بينتقموا من أطفالهم وولادهم. شوفوا إزاي الأزواج حتى في المحاكم لما بيدخلوا في معارك شخصية مع بعض وتصفية حسابات، كل ده اغتيال نفسي للأولاد. يعني أحيانا مفهوم التضحية ومفيش حد ممكن يضحي أكثر من الأم وأكثر من الأب، لكن أحيانا بدافع الانتقام وتصفية الحسابات بيداس على مفاهيم التضحية اللي بتعلمها الأم وبيعلمها الأب كمان. قمة التضحية، شوف كيف تتعامل الأم مع أطفالها وكيف يتعامل الأب مع أبنائه. لكن للأسف الشديد الجريمة العائلية ومن هذا النوع خاصة مع الأبناء مع الأطفال في منتهى البشاعة وتحتاج إلى تحليل نفسي واجتماعي دائم. عم رجب ألف شكر، وأستاذ هشام ألف شكر. طبيعي يعني هو أخو زوجة هيقول كلمتين يعني إنهم وقعوا منها يعني. وخلونا كمان في النهاية نشوف التحقيقات هتنتهي إلى إيه، وأيضا المحاكمة في هذه القضية، إنما إيه الخلافات الزوجية اللي ممكن تؤدي إلى هذه المأساة. وبعد أتخيل كده إذا ثبت إن محمود نظمي ألقى بطفليه في المية والمحكمة أدانته، كيف يمكن أن يجرؤ الأب على أن يرتكب جريمة بشعة بهذا الشكل؟ وإذا الأم ارتكبت هذه الجريمة اللي شفناها، الأب بيقول أنا واقف في مكان اللي مات فيه ابني يعني، وعنده حالة هوس يعني، عنده حق لأن اللي ضاع ابنه اللي هو المكان ده، ابنه اللي شوفوا عشان تنشئ الطفل، وده هاني اللي أنقذ من الموت، وده محمد الكبير الله يرحمه. ونقعد نتخيل المشهد، ممكن أم بتعمل كده؟ انتوا بتشوف الأم إذا خدش بس بسيط في ابنها بتعمل إيه؟ بتصرخ وتلطم وتبقى عايزة إنها تفضل تحضنه لغاية ما تطمن عليه. الأم قمة التضحية والوفاء والإخلاص والتعب ممكن تعمل كده؟ كل دي علامات استفهام في هذه القضية.